أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج العالم في أسبوع. نستعرض في هذه الحلقة أهم الأحداث ونستقرأ التداعيات ونحلل التطورات، ونتابع سويا في هذه الحلقة: العراق بين الانتخابات والاحتجاجات، الرئاسة الإيرانية انتخابات تتحدى العقوبات، وصلت الأزمة السورية تصدر المشهد السياسي العربي خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تفجرت إقليميا في لبنان والعراق. الأزمة السياسية التي تعاني منها مصر بعد ثورة يناير كان لها نصيب وافر من الاهتمام، خاصة بعد اندلاع معركة القضاء بين الإخوان ومعارضيهم. دوليا عادت تفجيرات بوسطن التساؤلات بشأن عودة موجة الكراهية للإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة والدول الغربية، فلنتابع. استمر الصراع المحتدم بين السلطة القضائية والمؤسسة الرئاسية متأرجحا بعيدا عن التسوية، وشهد العديد من الاستقالات في هيكل الرئاسة وقيام الرئيس محمد مرسي بالإعلان عن إجراء تعديلات وزارية محدودة لتحسين مستوى الأداء للوزارات بما يحقق مصلحة الشعب المصري. فمن جهة يسير نواب مجلس الشورى قدما لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، فيما يعتبر القضاة ذلك بأنه مؤامرة تستهدف استقلال القضاء المصري، رافضين تقديم مشروع جديد للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى دون الرجوع إلى قضاة مصر أنفسهم. تكشف التطورات ما يمكن أن تؤول إليه الأزمة السورية المحتدمة، فما بين إعلان سوريا أنها ستتعاون مع الأخضر الإبراهيمي كمبعوث للأمم المتحدة فقط بعد اتهامها الجامعة العربية بأنها طرف في التآمر عليها، وإصرار المعارضة على الحصول على السلاح لحد يدفع رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب تقديم استقالته بسبب فشل المعارضة السورية مجددا في الحصول على الأسلحة النوعية التي تطالب بها من الدول الداعمة لها خلال اجتماع مجموعة أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول، والتي كشفت مدى التشتت في صفوف المعارضة ومزاعم دول غربية باستخدام الجيش السوري السلاح الكيماوي، وتدخل أمريكا من خلال تصريحات تعهد خلالها الرئيس باراك أوباما بإجراء تحقيقات في الأمر، وتحذيره في حال ثبوت ذلك فإنه سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للسياسة الأمريكية، وتهديد الخارجية الأمريكية على لسان وزيرها جون كيري بفرض بلاده منطقة حظر جوي أو تسليحها للمعارضة، وأخيرا حادثة خطف المطرانين. يمكن لهذه الأزمة أن تدخل مرحلة خطيرة قد لا يلوح في الأفق بوادر لحلها في الوقت الراهن. تشهد الساحة اللبنانية أجواء مضطربة بداية من دخول لبنان على خط الأزمة السورية من خلال اشتباكات عنيفة في منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان، والتحدي الذي يفرضه ملف النازحين السوريين إلى لبنان وما يشكله من خطورة على الوضع الداخلي اللبناني، وهو ما دعا روسيا إلى التدخل لمحاولة إيجاد سبيل للخروج من هذا المأزق من خلال زيارة قام بها نائب وزير الخارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، والذي أكد خلالها ترحيب بلاده بإعلان بعبدة ووقوفها ضد أي محاولات لفرض أجندة أو حلول من الخارج على الساحة اللبنانية. تلك الزيارة جاءت عقب تعرض منطقة الهرمل اللبنانية إلى قصف صاروخي قام به مسلح المعارضة السورية، وسقط جراءه عدد من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين اللبنانيين. هذه الأجواء تزامنت مع مزاعم حكومة الكيان الصهيوني إسقاطها طائرة من دون طيار قادمة من لبنان، متهمة حزب الله بالوقوف وراءها، وهو ما نفاه الحزب حارما هذا الكيان الذي تحاصره قوى المقاومة اللبنانية من أي ذريعة للعدوان على لبنان. أظهرت تطورات تفجيري بوسطن ثغرات أمنية وتداعيات سياسية، وأثارت العديد من علامات الاستفهام، وهو ما كشفه اتهام القاعدة بالوقوف وراء الهجمات على الرغم من عدم انتهاء التحقيقات، في الوقت الذي بادرت السلطات الأمريكية في نقل المشتبه فيه جوهر سرانييف الذي رفض الإدلاء بأية أقوال من المستشفى إلى السجن، ورغم وجود معلومات تفيد بتعاون الأخوين سرانييف المشتبه بهما مع المخابرات الأمريكية نفسها. ويرى مراقبون أن الخوف من هجمات بوسطن يتمثل في زيادة حجم الأجهزة الأمريكية ومنحها مزيدا من السلطات، ما قد يؤدي إلى استهداف من لا ذنب لهم وتحويل الإدارة الأمريكية إلى حكومة سلطوية مركزية على حساب مناخ الحريات وحقوق الإنسان بحجة الحفاظ على الأمن. خطى العراقيون خطوة نحو الاستقرار السياسي الحقيقي بإدلائهم بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات في جميع محافظات العراق
باستثناء محافظات كردستان الثلاث ومدينة كركوك، وستجرى لاحقا في محافظتي الأنبار ونينوى. وقد عكست التزامن الهجمات المتكررة التي سبقت وأعقبت الانتخابات والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من بينهم المرشحين أنفسهم مدى استهداف عناصر لتأجيج التوتر والصدام بين أطياف المجتمع العراقي وإحداث حالة من الفوضى في مرحلة من أهم المراحل الفاصلة في مساره. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات تقدم ائتلاف دولة القانون والذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي في 8 محافظات من إجمالي 12 محافظة أجريت فيها الانتخابات مطلع الأسبوع الماضي، بما في ذلك العاصمة العراقية بغداد. ويعزز الأداء القوي لائتلاف دولة القانون بعد ظهور 87% من النتائج موقعه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2014. ويأتي هذا الانتصار فيما تشهد الساحة السياسية العراقية انقسامات عميقة تواجه فيها حكومة المالكي أزمة بشأن كيفية اقتسام السلطة بين مكونات المجتمع العراقي المختلفة. وقد أجرت قناة الكوت العديد من اللقاءات الحصرية مع مختلف الفعاليات والقيادات السياسية. رئيس الوزراء نور المالكي أكد أن العملية الديمقراطية في العراق تتطور بخطى ثابتة، وأنها السبيل الوحيد لحياة سياسية سليمة يشارك فيها الجميع. ليس في العراق فقط، وإنما في كل دولة عانت من نمط حكم ديكتاتوري شمولي مركزي عديدي فيه نظرية إقصاء وتهميش وإلغاء وتسلط وتجبر، حينما ينتقل من هذا الجو إلى جو وفضاء الحرية والديمقراطية وأنك تشعر بمواطنتك وأنك مسؤول في بلدك وأنك تتحمل مسؤولية من خلال أن تضع أصبعك في الحبر البنفسجي، من خلال أن تدلي بصوتك، من خلال أن ترشح من تعتقد فيه الكفاءة لمواقع المسؤولية. قطعا هذا هو مبلغ السرور بالنسبة لكل شعب ينتقل من ذاك الجو الحديد الخانق إلى جو وفضاءات الحرية. اليوم العراق الحمد لله يعيش هذه الفضاءات، الحكومة ليست حكومة مفروضة ولا جاية على ظهر الدبابات، وليست باقية إلى الأبد كما ترفع بعض الشعارات، وإنما هي حكومة تداولية وفق الطرق السلمية وعبر هذه الصناديق، صناديق الانتخابات. هذا كله يسعدنا ويشعرنا بأن العراق يمضي بالطريق الصحيح، ونتمنى لكل الشعوب أن تكون كما الشعب العراقي حقق أكثر من جولة انتخابية بعد أن كان خاضعا لنمط بعيد عن أي شيء يمكن أن يعتبر حرية وديمقراطية. وكذلك العراق يتميز اليوم بالحريات الصحفية والحريات السياسية، وليس عندنا في العراق معتقل إعلامي واحد، رغم أن الإعلاميين أحيانا يتصرفون خارج إطار القانون، ولكن ليس لدينا معتقل إعلامي واحد ولا معتقل سياسي واحد، والكل يتعامل بحرية سياسية وإعلامية واقتصادية ويسافر ويعود. هذه هي الأوجه التي نعتز بها في العملية السياسية الجديدة. الدكتور مصطفى الهيتي من قائمة إرادة الأهالي كان له رأي في المشهد السياسي الحالي في العراق. الممارسة الديمقراطية تحتاج تمأسس ديمقراطي في العراق. نعتقد أنه إصدار قانون للأحزاب السياسية مهم جدا حتى تقدر تقول أنه البلد يسير في الاتجاه الديمقراطي. إلى حد اليوم إحنا لا يوجد قانون للأحزاب السياسية. أيضا قانون الانتخابات اللي يمثل التمثيل النسبي مهم جدا، تحتاج إلى شفافية أيضا موجودة في مؤسسات الدولة. نحتاج إلى مجلس نواب قوي يراقب الحكومة ويشرع قوانين. المجلس الحالي الحقيقة أضعف من المجلس السابق في إداءة من ناحية تشريعية والتنفيذية، لكن نقول أنه الربيع يبدأ بزهرة واحدة وليس الزهرة هي الربيع، حتى نقضي على التشرذم والانقسام الطائفي اللي موجود بالبلد والأثني اللي أصبحت تكونت عليه العملية السياسية، وهذه العملية السياسية أسس إلها هذا التشرذم والتقسيم الدستور اللي حقيقة حاول أن يكون أو يسمي ما هي المحاصصة الطائفية. نأمل أيضا هذه نتجاوزها بالمستقبل القريب، ونأمل أن الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي، العراق حوصر منذ فترة طويلة إقليميا، وسبب السياسات المتبعة في العراق أدت إلى يعني نوع من الحصار العالمي، وكان فشل كبير بالنسبة إلى السياسة الخارجية العراقية. نأمل اليوم هذه السياسة أن تبدأ خصوصا بدول الجوار
أن تقيم علاقات إيجابية ويصير تعاون، وهذا مهم جدا لمكافحة الإرهاب. بدون أن تكون هنالك علاقات خارجية متوازنة ونسميها اتفاقات أمنية مشتركة، وبدون أن نعبر الماضي وأن يكون هنالك تقويم ومراجعة لما سبق، سواء ما قامت به الحكومة العراقية قبل 2003 أو بعد 2003، وإحنا نعرف يعني حقيقة سياسة الحروب اللي قام بها النظام السابق أدت إلى نتائج سلبية بالنسبة للعراق وانحسار العراق، وخصوصا في علاقات العربية العربية. القائمة العراقية عبرت عن رفضها لنتائج انتخابات مجالس المحافظات بسبب ما اعتبرته الكثير من التزوير والتلاعب. وكان زعيم القائمة إياد علاوي أعرب في تصريحات للكوت عن تشاؤمه إزاء العملية الانتخابية ككل، فلنتابع هذا اللقاء. هي أجواء سلبية بالكامل، اتسمت مو بس بالقتل والانفجارات والاغتيالات، وإنما باستهداف المرشحين واختيال المرشحين. واحنا سقط من عندنا 5 مرشحين شهداء، بالإضافة إلى 10 نشطاء من نشطاء القائمة تم استهدافهم واختيالهم، بالإضافة إلى الوضع الأمني المتردي اللي حتما تشوفوه حضرتكم يعني بشكل غير اعتيادي. ممارسة ديمقراطية إعلامية فقط بس بالإعلام، بس بالواقع ماكو ديمقراطية، ولا اكو احترام للدستور، ولا اكو التزام بالدستور، ولا اكو التزام بالحقوق الأساسية للمواطنة اللي نص عليها الدستور، ولا اكو احترام للاتفاقيات السياسية، وهناك معتقلين وهناك مشاكل. ولهذا نشوف احنا اليوم انه المظاهرات تعم العراق من اقصاه الى اقصاه، يعني مو بس المحافظات الستة اللي تم ذكرها، وانما محافظة واسط شهدت مظاهرات كثيفة، والبصرة تقريبا يوميا تشهد مظاهرات يوميا بشكل يومي. الوضع السياسي سيبقى متأزم، لأن المشكلة هي مو بالتمثيل، المشكلة هي في صلب العملية السياسية، صلب العملية السياسية من أجل احتلال وأجل إرهاب. نشأت العملية السياسية على أسس خاطئة واستمرت على أسس خاطئة. فالمشكلة هي ليست في ممارسة الديمقراطية، المشكلة هي في العملية السياسية وسلامتها، وما عندنا عملية سياسية سليمة بمعنى العملية السليمة. فاصل قصير نتابع بعده. الرئاسة الإيرانية انتخابات تتحدى العقوبات، لا تذهب بعيدا. أهلا بكم من جديد. تشهد الساحة السياسية في إيران حراكا انتخابيا مكثفا قبل شهرين من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 11 في 14 من يونيو المقبل، حيث أعلنت العديد من الشخصيات السياسية من التيار المحافظ والإصلاحي نزولها لساحة المنافسة الانتخابية عبر تشكيل ائتلافات انتخابية أو بشكل مستقل، نظرة على خريطة الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران. أكثر من 20 شخصية سياسية إيرانية مستقلة ومدعومة من قبل أحزاب وتكتلات مختلفة أعلنت حتى الآن عزمها على خوض السباق الرئاسي بعد أقل من شهرين، منافسة بين التيارات السياسية ومعركة داخل البيت المحافظ بأجنحته المتعددة للوصول إلى كرسي الرئاسة 11. هذه الدورة من انتخابات رئاسة الجمهورية هناك مرشحين متعددين من أطراف متعددة وعلى خلفيات سياسية مختلفة. التيار الأصولي وهو التيار الأساس في إيران الآن دخل الانتخابات بوجوه كثيرة، أهمها قد يكون أنه يعني الائتلاف الثلاثي الذي يشترك فيه السيد ولايتي وزير الخارجية السابق والسيد قاليباف رئيس بلدية طهران والسيد حداد عادل
الرئيس السابق للبرلمان. هناك وجوه كثيرة أيضا في التيار الإصلاح الأصولي مثل السيد بور محمدي، مثل فلاحيان، مثل احتمالات أن يترشح السيد لاريجاني رئيس المجلس الحالي أيضا مطروحة لا زالت. وفي ما يخص التيار الإصلاحي أيضا هناك تياران الآن داخل هذا التيار، تيار يطالب بالمشاركة في الانتخابات، وعلى هذه القاعدة هناك السيد عارف والسيد كواكبيان يعني يعلنان أنهما سيترشحان، وهناك تيار آخر داخل التيار الإصلاحي يضغط باتجاه أن يترشح السيد خاتم رئيس الجمهورية السابق في هذه الانتخابات. التيار الثالث الذي يعني يريد أن يشارك في الانتخابات هو التيار المحسوب على السيد هاشم الرفسنجاني، هناك مطالبة بترشيحه، وفي نفس الوقت هناك وجوه محسوبة عليه مثل الشيخ حسن روحاني رئيس مجلس الأمن القومي السابق، وهناك أيضا وجوه مستقلة تحاول يعني الترشح مثل السيد محمد شريعة مداري وزير التجارة السابق، أو السيد خرازي وزير الخارجية السابق. كافة التيارات بمحافظيها وإصلاحيها تدخل المعترك الرئاسي ببرنامج يمنح الأولوية للخطط الاقتصادية في محاولة لملامسة الواقع المعيشي للناخبين واستجلاب أصواتهم في الانتخابات. للمرشحين هناك برامج تتعايش مع الظروف والحاجات الحالية. أهم شيء الآن مطروح في إيران مسألة الحصار وكيفية تجاوز الحصار من دون التفريط بالاستقلال السياسي للبلاد، من ظروف اقتصادية وهي تعتبر الأولوية الأولى، وظروف سياسية داخلية وأقليمية تعيشها المنطقة. رسميا لم يتم تأكيد أهلية المرشحين للانتخابات، والعدد الذي سيزداد مع مرحلة تقديم الترشيحات سيتقلص نوعا ما بعد المرور على مجلس صيانة الدستور الذي سيعلن أهلية المرشحين وفق الدستور لمن استوفى الشروط لتدخل الانتخابات مرحلتها الحاسمة. السباق إلى كرسي الرئاسة بدأ، والبرامج الانتخابية بدأت تظهر ما في جعبتها من حلول وسياسات قد لا تؤثر على الملفات الخارجية، ولكن سيكون لها الوقع الأكبر في الداخل الإيراني. عباس نشاب، قناة الكوت، طهران. أكثر من 20 مرشحا أعلنوا رسميا نيتهم في ترشح للانتخابات 11 الإيرانية، وفي انتظار فتح باب التسجيل والذي من المقرر أن يتم فتحه بعد أسبوعين من الآن، حيث ينظر بعدها مجلس صيانة الدستور في صلاحية المرشحين لتخرج بعدها القائمة النهائية والتي يجب أن تحظى بتأييد الإمام السيد علي خامنئي. وللمزيد بشأن المعركة الانتخابية المقبلة في إيران ينضم إلينا مباشرة من طهران مراسل قناة الكوت عباس نشاب. عباس، بداية هل يمكن أن تعطينا فكرة عامة عن ملامح المشهد الانتخابي في إيران؟ نعم، بدأ السباق إلى كرسي الرئاسة، كذلك بدأت الشخصيات السياسية من التيارات المختلفة بالإعلان عن ترشحها. هنالك قرابة 20 شخصية سياسية أعلنت حتى الآن دخولها خضم الانتخابات من التيارات المختلفة، من الإصلاحيين والمحافظين، كذلك هنالك شخصيات من مستقلة أعلنت عن نيتها للدخول في الانتخابات القادمة. طيب، هل المعركة الانتخابية المقبلة منحصرة فقط بين المحافظين والإصلاحيين؟ يستبعد أن تكون المعركة الانتخابية بين المحافظين والإصلاحيين، وذلك يعود لغياب الإصلاحيين عن الساحة السياسية، أو شبه غياب، لا يمكن أن نقول غياب، شبه غياب مدة السنوات القادمة. كان هنالك شبه غياب للإصلاحيين عن الساحة السياسية، فلذلك يستبعد أن تكون المعركة الانتخابية بين المحافظين والإصلاحيين. لكن المعركة كما هو موجود حاليا هي في البيت المحافظ، هنالك عدة ائتلافات، هنالك عدة لجان أعلنت ضمن المحافظين عن ترشحها للانتخابات القادمة. ماذا عن أهم التيارات والشخصيات التي ينتظر أن تنافس في الانتخابات المقبلة؟
نعم، هنالك شخصيات محافظة، هنالك شخصيات إصلاحية، هنالك شخصيات مستقلة. بالنسبة للشخصيات السياسية المحافظة تتمثل في عدة ائتلافات، الائتلاف الثلاثي وأهمه وهو الأقوى حاليا ويضم شخصيات مهمة جدا في السياسة الإيرانية، أهمها علي أكبر ولايتي المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية، بالإضافة إلى حداد عادل رئيس البرلمان الإيراني، محافظ بلدية طهران محمد باقر قاليباف، والشخصيات الإصلاحية أهمها حسن روحاني كبير المفاوضين في زمن حكومة محمد خاطر. طيب، يرى العديد من المحللين أن جوهر المعركة الانتخابية المقبلة يبدو أكثر ميل للتركيز على القضايا الداخلية الإيرانية، لا سيما الاقتصادية والخدماتية منها، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الانتخابات المقبلة؟ نعم، نبدأ من شعار العام الجديد الذي أطلقه القائد السيد علي الخامنئي، الملحمة السياسية والملحمة الاقتصادية. من هذا المنطلق يعني ستشهد إيران خطوات جريئة في الاقتصاد. الاقتصاد الإيراني الآن يعاني من عقوبات دولية وحظر نفطي أدى إلى خلق بعض المشاكل في الداخل الإيراني، تمثلت في انخفاض قيمة الريال أمام الدولار الأمريكي ووجود عدة مشاكل في الداخل. لذلك فمعظم البرامج الانتخابية تتمثل بمتابعة الوضع الاقتصادي عن طريق وضع خطط وسياسات تهدف هذه الخطط إلى كسر طوق العقوبات والالتفاف عليها. طيب، هل يمكن أن تغير توجهات الرئيس المقبل لإيران من مسار المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وكيف يكون ذلك؟ استراتيجية السياسة الإيرانية في هذا المجال غير قابلة للتغيير، وهي سياسة إجماع وطني تتشكل من عدة أركان: إسلامية الانتماء والفكر، دعم القضية الفلسطينية، دعم حركات التحرر واستقلال القرار، وموضوع الملف النووي هو من منطلق استقلال القرار. فمن هذا المنطلق يبدو واضحا يعني انه ايا كانت توجهات الرئيس الايراني المقبل فلن تؤثر على المسائل المطروحه على الساحه حاليا. عباس النشاب مراسلنا من ايران، شكرا جزيلا لك. ما بين الأخبار التكنولوجية وأخبار البيئة نطوف بكم في حلقة هذا الأسبوع، فنحلق فوق سان فرانسيسكو الأمريكية في الطائرة الشمسية لنحط فوق سطح البرلمان الفرنسي لحضور مراسم استقباله لثلاث خلايا كبيرة للنحل، ومن فرنسا إلى كوريا الجنوبية للتعرف على خصائص ومميزات هاتف جالاكسي اس 4. فلنتابع. حلق طائرة تعمل بالطاقة الشمسية فوق منطقة خليج سان فرانسيسكو في رحلة تجريبية قبل أن تعبر فوق الولايات المتحدة في مايو المقبل في أول جزء من رحلتها إلى مدينة فينيكس في ولاية أريزونا. وهذه ليست المرة الأولى التي تحلق فيها الطائرة، لكنها أطول رحلة لها حتى الآن، حيث ظلت في الهواء ما يزيد عن 16 ساعة. ويصل طول جناح الطائرة الخفيفة التي تمتلكها شركة سولار إمبالس السويسرية إلى 63 متراً، وحلقت على ارتفاع نحو 3000 قدم، أي ما يعادل 914 متراً في الجو فوق جسر جولدن جيت في سان فرانسيسكو. وتزن الطائرة 1587 كيلوغراماً تقريباً، وتعمل محركاتها بالطاقة الشمسية التي تحصل عليها من خلال 12 ألف خلية شمسية تجمع طاقة الشمس وتخزنها في بطاريات تدير مراوح تشغل بدورها أربعة محركات كهربائية. استقبل سطح مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية ثلاث خلايا كبيرة من النحل ضمن مشروع لزيادة إنتاج العسل، حيث يتوقع أن ينتج نحو 150 كيلوغراما من العسل سنويا، كما سيساعد في تلقيح النباتات المزدهرة في العاصمة باريس في وقت تتراجع فيه أعداد النحل عالميا. ويأتي المشروع ضمن توجه جديد في أنحاء أوروبا لوضع خلايا للنحل فوق أسطح المباني بالمدن، مستفيدا من حقيقة أن النحل يتكيف جيدا مع العيش في المناطق الحضرية، ويمكنه أن يتغذى على الأنواع الكثيرة من النباتات المزدهرة لفترة طويلة داخل المدن. وقال لوران دومون العضو اليساري بالبرلمان إن الإنتاج السنوي من العسل سيملأ حوالي 800 وعاء سنويا، وسيتم إعطاؤها لأطفال المدارس خلال زيارات تعليمية أو جمعيات خيرية.
وبالرغم من لسعاته المؤلمة إلا أن النحل يلقح أكثر من ثلثي أنواع المحاصيل التي توفر 90% من المواد الغذائية في العالم، بما في ذلك المكسرات والفواكه والحبوب. ويشير تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2011 إلى أن عمل النحل الذي يساعد في إنتاج المحاصيل الغذائية يقدر بحوالي 196.57 مليار دولار. أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية طراز جالاكسي إس في العاصمة الكورية الجنوبية سول. وقالت سامسونج إن الهاتف جالاكسي إس 4 سيطرح في الأسواق في كوريا الجنوبية أولاً على أن يتاح في أكثر من 150 دولة بحلول نهاية إبريل. وقال لي دون جون مدير المبيعات والتسويق لهواتف سامسونج إن الجهاز الجديد يحتوي على برنامج ممتاز أسرع من البرامج الأخرى وشاشة عالية النقاء، إلى جانب كونه أخف وزناً وأصغر حجماً وأقوى من حيث الأداء. ويتوقع الخبراء أن تزيد مبيعات جهاز جالاكسي الجديد على 10 ملايين وحدة في الشهر الأول من طرحه. وتخوض سامسونج معركة تنافسية شرسة مع شركة أبل خلال السنوات الأخيرة بطرح منتجات جعلتها تسيطر على شريحة عريضة من سوق الهواتف الذكية في العالم. نهاية هذه الحلقة، تقبلوا مني ومن فريق العمل الطيب المنى، والسلام عليكم.